بكم. القرار، القرار في حالات السمنة مش ما ينفعش في جملة القرار لازم يكون في الوقت المناسب. لا يا باشا، القرار في السمنة لازم يكون الآن دلوقتي immediately now. سمنة ما فيهاش بقى أنا بفكر أخس بعد الشتاء، بعد فرح بنتي، بعد امتحانات الولاد. لا 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 يا باشا، ممكن جدا بعد في الشتاء ده يحصل لك مضاعفات كبيرة. ممكن بعد فرح البنت ما تقدرش تقف على رجليك، من ركبة يحصل فيها مشاكل. ما ينفعش أقول أنا هبدأ القرار بعد ما أكون شبعت من الأكل، أروح أعمل العملية بس أقعد بقى شهرين ثلاثة أكل جامد وبعدين بعد كده أعمل العملية، كارثة. ما ينفعش إن أنا أحط قبل العمليات وبعد ما أكون قررت إن أنا أعمل العملية أكل بقى محشي ونوتيلا وأضرب بيتزا عشان أنا هتحارب من الحاجات دي، ما ينفعش. وكمان لازم تفهموا انه من ضمن الحاجات اللي بتاخر القرار افكارنا الغلط عن الاكل، انه في اكل بيخسس مثلا فاقعد اكل شويه اكل بيخسس. مفيش حاجه اسمها اكل بيخسس على فكره، في اكل فيه سعرات حراريه اقل. مفيش حاجه اسمها انه المشكله عندي كرشي وانا 140 كيلو او 130 كيلو، لا، مشكله كلك انت، جسمك كله تخين فلازم كلك تخس. فعم اقول ان انا بهذا الحجم وافكر في شفط الدهون يبقى انا بحرك. القرار يا جماعه، القرار، القرار هو المهم جدا 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 في اجراء عمليات السمنه او جراحه السمنه. من ضمن القرار هعمل العمليه عند مين؟ ده شيء مهم جدا. مين اللي هيعمل لي جراحه السمنه؟ ولازم ابقى فاهم، لازم ابقى عارف انه القرار مش بتاعي لوحدي، كمان بتاع العيله كلها. لازم تبقى مراتك مساعداك، لازم يكون جوزك واقف جنبك، ولادك متفاهمين، وابقى عارف ايه اللي هيحصل بعد كده. النهارده عنوان حلقتنا قرار جراحات السمنه، كيف يختار، متى نختاره تحديدا ما بين الجراحات، ايه هو الاختيار. القرار هو اهم نقطة في هذا العالم، عالم جراحات السمنة. ضيف العزيز هو واحد من الكبار في هذا المجال، واحد ممن سطروا بأحرف مضيئة، قدرات رائعة ومهارات متميزة وتاريخ وحاضر، وأعتقد رؤية مستقبلية كبيرة جدا لهذا العالم الرحب، عالم التعامل مع الوحش المفترس اللي اسمه السمنة المفرطة. ضيف العزيز، القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير والجراح الماهر الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم. الأساس كصناع سمنة هم الأب والأم. السمنة مرض وبيجيب 100 مرض. بني آدم بيدمر نفسه بعجلة. تبقى للكتاب هذا مريض تحويل مسار. كانت محبة للسكريات وعمل لها تكميم معدة وخست. انا مش هاخد قرار الا لما هو يجي. لازم اخد قرار ولازم اعرف عدوي. نسبه نجاح العمليه متوقفه عليه هو، فهيبدا طول عمره يحافظ على الوزن اللي وصل له. الاستاذ الدكتور وليد ابراهيم، استاذ جراحات السمنه المفرطه، استشاري جراحات المناظير كليه الطب جامعه عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنه IFSO. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور وليد ابراهيم، اهلا بيك يا دكتور وليد. اهلا دكتور، وحشني جدا. وانت وحشني. عايز النهارده حلقه انا مسميها حلقه القرار، القرار في جراحه السمنه. عايز ابدا الاول ب ايه اللي ممكن يقف قدام مريض سمنه مفرطه كعائق امام اتخاذ قرار ان هو خلاص لازم اعمل جراحه ولازم اخس؟ ايه اللي ممكن يقف قدامه؟ هو احنا لو حطينا نفسنا مكان العيان، هو زي ما انت وصفت ممكن يكون هو مش عايز يعمل عملية عشان متخوف، متخوف. فأنا بتقالي ان اهم سبب العيان ممكن يخليه يعدل من قراره هي مخاوفه من عمليات السمنة. يعني لو احنا قلنا القرار، القرار ده شيء مهم جدا ان هو ياخده. هو ممكن يكون واخد القرار ان هو يعمل عملية من جراحات السمنة،
بس المشكلة المخاوف. في الفترة الأخيرة انتشرت جدا، احنا كنا من أوائل الناس اللي اتكلمنا على التسريب وقلنا أعراض التسريب وقلنا كيفية علاجه، لأن ده شيء طبيعي إن أي عمليات جراحية ليها أعراض جانبية، والتكميم ليها أعراض جانبية التسريب، وتحويل المسار ليه تسريب، والتسريب ده موجود في كل الجراحات ومحدش يقدر يغفله. وما اتكلمنا عليه كنا بنعرضه مش من مجرد إن احنا بنعرض أعراض جانبية هي الناس مجبرة عليها، أبدا، احنا كنا بنعرض عشان دي حقيقة من الحقائق اللي موجودة في العمليات. ولما بنتكلم على القرار بتاع العيان فهو بيتكلم في الأساس مخاوفه من عمليات جراحة السمنة، وبالتالي اللي احنا عايزين نبينه ان في أعراض جانبية، في أعراض جانبية وبنتعامل معاها، والحالات اللي احنا شفناها كتير قوي، لأن كل ما بتشتغل أكتر وده شيء طبيعي بتبدأ تظهر أعراض جانبية وبتبين مهارة الطبيب من طبيب تاني في كيفية التعامل. ده احنا وصلنا لنقطة تانية في القرار، يعني القرار مش قرار عيان، ده القرار قرار عيان ازاي ياخد قراره انه يجي، وبعد كده في قرار مشترك ما بيني وما بين العيان هنعمل انهي عملية على حسب ستايل اوف لايف، طريقة اكله، وعلى حسب حياته، وعلى حسب سنه. وبنتكلم في سن تحت الـ30 والـ40 سنة ونفكر ان احنا نعمل لهم تحويل مسار. طب هل هيفضل ياخد فيتامينات فور لايف؟ ودي حقيقة مؤكدة وكان فيها قولان في الفترة الأخيرة، الناس بتقول ان الناس بتخش فيتامينات والناس بتصدق كلام زي ده، قولان خاطئ. سن صغير افكر في تحويل مسار، طب ليه ياخد فيتامينات؟ وانا عارف ان طبيعة الشعب المصري والشعب العربي ان هم قصة تعاملنا مع الأدوية صعبة، ففي حاجات نقط معينة اللي هو القرار الثاني، احنا بنتكلم في القرار الاول قرار المريض، القرار الثاني ما بيني وما بين المريض ان احنا هنعمل العمليه التكميم. طب ليه؟ عشان 1 و2 و3 منطقيا مش طبيا، منطقيا على حسب عاداتنا. وبعد ما بناخد القرار بنعمل العمليه، ده قرار كويس، ده قراري، ده ثالث قرار. وبعد ما بنعمل العمليه كويس بيبقى فيه 12 شهر، في ناس ممكن ما تخسش بنسبه، انا بقولش، انما في النزول بيبقى بطيء وبيبداوا الناس عايزه ادويه حرق، عايزه ادويه حرق، وكميه الاكل بتبقى قليله قوي، فده برضو بيبقى قدامي قرار. انا بفضل اخد قرارات، هنعمل حاجه او هنستنى، هننتظر، هنبدا نعمل تحليل لغدد معينه، هو ده فايده المتابعه علاوه على الفايده النفسيه، هبقى هقولها في الاخر، ده برضو في القرارات. طب لو لا قدر الله في عرض جانبي اللي هي مخاوف اللي العيان بيخاف منها في عمليات جراحات السمنه اللي هي التسريب، وانا دكتور كويس واحنا عارضين الكلام، وبيبقى في لحظات انا علي اخد قرار ازاي هعالج، لان كل ما بتشتغل كل ما بتشوف حاجات مختلفه، يعني تلاقي مثلا بتدي على سبيل المثال دواء بنتالوك، فانت اديت عدد من العيانين لمد 2000 3000، بتبدا تشوف اعراض جانبيه نادره جدا للبنتالوك، هو ده اللي عندنا في جراحات السمنه، وهي دي اللي بتدي ثقل لقرار الجراح اللي هي الخبره. ده احد ادويه اللي بتقلل التهابات المعده. عايز ابدا الاول من اول لقاء، مريض جاي لك اول لقاء يدخل عليك عنده سمنه مفرط، هذا اللقاء لقاء خطير جدا، النص ساعة دي في حياة الناس أخطر نص ساعة. ليه؟ هو جاي بقرار متردد فيه، هل هو هيعمل عملية ولا مش هيعملها، بس هو قرر أنه يعدي الشارع ويدخل يقعد معاك على نفس المكتب، هو في نفس الأوضة. إيه الأخطاء أو الحوار، النقط اللي ممكن تخلي المريض ده يهرب من عملية جراحة السمنة، ممكن يرتكبها أي حد في حواره مع واحد نقدر نقول كده على كف عفريت في كل المضاعفات، وعلى كف عفريت حتى في ان هو يتراجع عن اتخاذ قرار جراحه السمنه. انا اكلمك بقى بصراحه في الموضوع ده في القعده اللي هي اول لقاء ما بيني وبين العيان، والمبدا ده انا واخده من اول ما بدات اشتغل جراحه، عمري ما زق عيان على اوضه العمليات
ابدا. القصه برضه قصه قرار، يعني هو ممكن يكون عيان يستدعي عمليه وعيان لا يستدعي عمليه، كويس. انا مش دكتور جيم، وبقول للمريض من الاول انا مش دكتور جيم، انا دكتور عمليات جراحيه، كويس. وفي بعض الاحيان بديله اختيار ان هو يعمل ريجيم لمده 6 شهور، يتابع مع دكتور تغذيه، ياخد المحاوله ان هو ياخد قراره بنفسه، ان هو يعتمد على نفسه، ان هو يمشي على نظام غذائي ويمارس رياضه ويغير ستايل اوف لايف. والله لو نجحت ده شيء جميل جدا. هو احنا مش عايزين نعمل عمليات، احنا بنعمل عمليات في الظروف اللي محتاجه، اللي هو قرار هيستدعي عمليات. عايز اروح للقرار تاني. المريض دلوقتي بيجي لك ما عندوش مشكله واحده، غالبا عنده اكتر من مشكله، كوكتيل كده، بيبقى كوكتيل وحش. فانا هفترض لك اكتر من كوكتيل، ونقول القرار في كل واحد او في كل مقبل. انت اول ما تحط لي كوكتيل انا ابدا احط تحويل مسار. لا انا هحط لك كوكتيلات ما ينفعش احط معاها تحويل مسار، بس ماشي يعني نفكر مع بعض يعني. ماشي. جاي لك بسمنه وعنده ارتجاع في المريء، ارتجاع عنيف في المريء، جر جاسترو اسفجير ريفلكس ديزيز، جر. طيب هو جاي لك بهذه المعضله، ايه بقى؟ انت يعني طرحت سؤال، وسؤال هو كل الناس يعني في ناس كتيره قوي بتسال على الموضوع ده. انهم المعروف ان لو في ارتجاع في المريء ما نعملش تكميم ونعمل تحويل مسار عشان الارتجاع ما يزيدش، وان عمليه التكميم بتزود من نسبه الارتجاع في المريء، كويس. بس في بقى نقطه مهمه قوي، هي النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها في الاول، هو ايه سبب ارتجاع المريء؟ ايه سبب ارتجاع المريء؟ ما هو ممكن يكون هياتس هيرنيا، ممكن يكون فتق في الحجاب الحاجز، وده وارد ان هو يتصلح، كويس. ودي نسبه كبيره قوي من العيانين بيبقى عندهم الموضوع ده. الناس دي ما ممكن يتصلح لها، احنا بنصلح فتق في حجاب الحاجز بالمنظار، وده بيبان بالاشعه وبيبان جوه اوضه العمليات، وبيتعمل عادي تكميم معده، لان احنا عايزين نستفيد من الجوانب المضيئه قوي للتكميم. يعني في جميع الاحوال تحويل المسار انا شايفها ان هي عمليه علاجيه اكتر منها عمليه لنزول الوزن، وان كانت هي بتنزل الوزن جدا، بس هي علاجيه اكتر. في الناس اللي عندها السكر والضغط نقرس اللي هو والكوليسترول، ارتفاع الكوليسترول، اللي هي الامراض كمان المناعيه، لان احنا عملنا عيانين كان عندهم صدفيه وخفوا واتنشرت بيبرز بالقصص دي، وكان في ناس عندها اللي هو الام اس مالتيبل سكليروس واتعملت العمليه بري، وقل بعد يعني في حاجات وفي امراض تانية في الاميونيتي سيستم كلوبس اللي هو الزئبه الحمراء، في حاجات اتحسنت، المناعه اتحسنت في عمليات تحويل المسار، عشان الهرمونات اللي بتخرج من التوصيله بتاعت الجهاز الهضمي اللي هي من على بعد 2.5 متر، بتبدا فيه هرمونات مش متعوده انها تطلع في المكان ده، فبتبدا تعمل ريسيت او اعاده تظبيط الهرمونات على مستوى الجسم كله. وكلها نظريات، بس هو من المشاهدات الاكيده انها موجوده. تحويل المسار بتعمل تغيرات في الهرمونات. وان كان في قولان ان تكميم المعده لما بيحصل قص بيحصل فيه تغيرات في الهرمونات، والا ما كانش ليه في تكميم المعده الناس اللي بيبقى عندها مشاكل في التنفس في خلال 24 ساعه من العمليه النفس بيبقى طبيعي تماما، الناس ما بتبقاش قادره تنام على ظهرها بطريقه طبيعيه، في خلال 24 ساعه بتنام بمنظر طبيعي، ما احنا نزلنا في الوزن، احنا ما عملناش حاجه. ف ده التكميم ودي التحويل. ده ردا على السؤال اللي انت سالته في الاول، اللي هو الخليط عيان عنده ارتجاع في المريء نعمل له تكميم او ما نعملوش تكميم. احنا بندي اوبشن ان احنا نعمل تكميم عشان نستفيد من الجوانب المضيئه ليها، والاوبشن الثاني ان احنا لو جوه اوضه العمليات لقينا ان مش هينفع نصلح الفتق في الحجاب الحاجز وان الارتجاع نسبته عاليه، ساعتها بنبقى بنعمل تحويل مسار، والاثنين اوبشن بنبقى قايلينه للعيان قبل ما يخش اوضه العمليات. هنعمل كده او هنعمل كده حسب ما يتراءى لينا جوه العمليات. طب تعالى اسمعك يعني برضه سؤال من واحد من جمهورنا خايف من بس السؤال اللي فات ده كان صعب قوي. لا سؤال بتاع ارتجاع المريء واللي جاي هيبقى اصعب. انا مجهز لك حاجات حلوه قوي النهارده قوي. اسمعك واحد الراجل خايف
من السكر، وخصوصا مع 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 السمنه والضغط. خايف من الثلاثي ده، الثلاثي مرعب جدا، وخصوصا ان هو كان عنده صحه كويسه. تعالوا نشوف مع بعض. انا بالنسبه لي كنت شاب رياضي جدا وبلعب رياضه، وبعدين فجاه مع العلم والماجستير والدكتوراه فوجئت ان جسمي بدا يمتلئ ويسمن. فما امتلأ وبدات اتخن فوجئت ان بدا يجي لي الضغط ويجي لي السكر. هل ان السمنه دي اللي انا تعرضت لها مرتبطه بالضغط والسكر اللي جولي؟ بص، الاجابه عندنا الاول السمنه مرتبطه بالضغط والسكر اللي جولك، والف سلامه يا دكتور. فالضغط والسكر، ودي السيدنتري لايف، دي الحياه اللي فيها قاعده، اللي فيها مذاكره، فيها ماجستير، فيها دكتوراه، فيها لابتوب، فيها فيها حضاره، او بمعنى اصح عربيات، فيها كل الحياه مرتبطه ب الاستابيليتي، السكون او الاستقرار. يعني ما بتحركش، مفيش بقى غابات زي زمان، مفيش سفريه على الرجل، مفيش ركوب حصانه، مفيش ماشي لفترات طويله، مفيش الحاجات دي خالص. لكن الثلاثي ده بقى انا هحطه لك يا دكتور وليد في معضله. جاي لك المريض عنده الثلاثي ده، سمنه وضغط وسكر، حلو، هو برضو متخوف من العمليه لانه هو قاري انه مرضى الضغط مع العمليات هم في ريسك، وممكن يكون عنده كمان تصلب شرايين ومشاكل في القلب. السكر هو بعبع البعبيع زي ما بيقولوا، حلو بعبع البعبيع دي، يعني بعبع جامد قوي السكر، بعبع في عمليات. وانا مش عارف، انا لما اعمل عمليه انتوا بتقولوا ان السكر من النوع الثاني بيتحسن بيخف تماما، والسكر من النوع الاول بيتحسن لو معاه سمنه. الله، طب ما ايه حقيقه وضع جراحات السمنه في التعامل مع هذا الثلاثي؟ هو مبدئيا لو احنا بنفكر في تكميم او تحويل الضغط في التكميم، في عمليه التكميم او الضغط الدموي بعد عمليه التحويل، الاثنين بيخفوا. هو الاختلاف دايما في السكر، والسكر ده هيستفيد من التكميم ولا هيستفيد من التحويل. والتحويل السكر نوعين، النوع الاول والنوع الثاني. احنا لو بنتكلم في السكر علاج لعمليه تحويل مسار، احنا بنتكلم في النوع الثاني. النوع الثاني ده بعد عمليه تحويل مسار، النوع الثاني ده ممكن يختفي تماما، بس في سكور. الموضوع مش سحري. يعني ايه؟ مش كل عيان زي الثاني. يعني العيان عندك سكر عندك من 10 سنين ولا من 15 سنه ولا 20 سنه ولا من 5 سنين ولا من سنتين، ده رقم واحد. هتختلف طبعا، لانها تختلف في طبيعه الهرمونات وتختلف في قوه البنكرياس، فده يختلف في نتائج العمليه، ده اكيد. يبقى رقم واحد احنا بنتكلم فيه انت جالك سكر امتى. رقم اتنين انت سنك قد ايه، انت سنك صغير ولا سنك كبير. انت سنك صغير، انت شكلك ماشي مع النوع الاول كويس، هتعمل تحاليل، بس ما هو العام باكج. انا مش عايز اعمله تحويل مسار وهو صغير عنده 33 سنه وياخد فيتامين طول عمره ولا السكر بعد العمليه ما تحسنش. طب ما كنا عملنا له تكميم ونزل في الوزن والسكر كان اتحسن بنفس المقدار. غير ان هو جاله السكر من امتى، ده مهم طبعا. انا ما بحطهاش في ارقام، يعني الحاجات دي انا بسالها للعيان وببدا على اساسها اديله توقعات. هي توقعات، توقعات من واقع ايه؟ توقعات من واقع قرايه، ممكن قرايه طبعا، اكيد قرينا من واقع مؤتمرات، جميل جميل جدا. انما في حاجه اهم، من واقع مرضى، من واقع عيانين. فرقم واحد اقول له انت اصلا ده جزء من المؤتمرات وجزء من الكتب، العيانين ريكوردد دول، ده جزء من حاجه من واقع العيانين. ف جراحات السمنه بالذات يعني طبعا، لان التجارب تجارب شخصيه. السؤال الاولاني اللي لازم اقوله للعيان اللي عنده سكر، هو لازم افكر فيه اول نقطه. ما انا مرتب افكاري، ما انا هاخد قرار، وهاخد قرار هعمل عمليه وابقى مسؤول عنها، سواء كانت بقت بالنجاح او لا قدر الله الفشل. ما هو في الاول والاخر انا بعرض على المريض، فلازم اعرض عليه اوبشن، احتمالات. فاول سؤال اساله لنفسي واساله العيان، هو انت اصلا سكرك مظبوط دلوقتي؟ يعني انت حضرتك بتقول انا باخد انسولين وليكن 100 وحده في اليوم. طيب انت سكرك مظبوط؟ نبدا نشوف هو مظبوط ولا لا. لان احنا في الاول بنتكلم ان اسوأ عيان ان السكر
مش مظبوط وبياخد جرعات عاليه جدا من الانسولين، ده اسوء عيان. اللي بعده السكر مظبوط وبياخد جرعات من الانسولين، اللي بعده سكر مظبوط وبعد كده اقراص، واللي بعده مفيش. طب انت انهي واحد بقى من دول؟ لان احنا بنتكلم في نسب نجاح ازاي بقى؟ لما بنتكلم في نسب نجاح، نسب نجاح مينيمم درجه، يعني حضرتك سكرك مظبوط وبتاخد اقراص، نسبه ان انت السكر يختفي تكاد تصل ل 99%، مع ان السكر يبقى مكتشف في اول 3 4 سنين ما عملش تاثير السكر على مستوى الجسم كله، اللي هو تاثير السكر العالي على اعضاء الجسم كلها، انا كده لحقتها. فاقول لحضرتك لا، ممكن نسبه نجاح تصل ل 99% ان السكر اختفي ويكون سنك فوق 40 سنه. احنا بنتكلم في عيان ايديال. طب وبقيه العيانين؟ هو كل الناس، انت دكتور باطنه، كل الناس اللي عندها سكر بتاخد نفس الادويه؟ لا. كل الناس اللي عندها سكر عندها نفس الستايل اوف لايف ولا فاريابيليتي؟ كل عيان زي التاني؟ لا. انا عندي برضو نفس الكلام. اما نقول ان تحول مسار بتعالج من السكر، الكلام ده مش عايزين نقول يا جماعه احنا مش صحراء، لا، في كلام طبي. فبننزل درجه. احنا قلنا دلوقتي ان انت سكرك مظبوط وبتاخد اقراص وفي خلال 4-5 سنين جالك السكر، ماشي، ممكن يبقى نسبه النجاح 99%. اللي بعده سكرك مظبوط وبتاخد انسولين، جرعه كبيره ولا جرعه صغيره؟ جرعه صغيره خلاص نسبه نجاح اولانيه انك تاخد اقراص والسكر يبقى مظبوط. انا لازم في كل الاحوال ان بعد العمليه السكر يبقى مظبوط ايا كان، يعني ما انا اصلا ممكن بعد العمليه اقول للعيان ما تاخدش انسولين، ما تاخدش اقراص، انت سكرك اتظبط، انت تمام، ما تقس مع اي حد، ما ينفعش. فببدا اتابع السكر مع دكتور السكر عشان اشوف رد فعل العمليه. فاول درجه اللي هي اقراص وسكر مظبوط نسبه شفاء عاليه، انسولين جرعه صغيره وسكر مظبوط كويس، اول نسبه نجاح اقراص. انسولين جرعه كبيره ان شاء الله اقراص، بس ممكن يبقى في نسبه ان انت تاخد بدل ما بتاخد 200 وحده انسولين في اليوم ومش عاملين حاجه هتاخد 10 وحدات وسكر مظبوط. انا يهمني كمريض وحضرتك طبيب ان السكر بتاعنا يبقى مظبوط باي وسيله. لما بيفشل الانسولين وبتفشل الاقراص بنبدا نلجا للجراحات. الجراحات ليها برضو درجات. فهو ده رد تاثير الفرق ما بين التكميم والتحويل. طب التكميم بقى معلقتها بالتكميم نص نص، يعني ايه؟ يعني لو دي هتشفي بنسبه 100% تحويل مسار، تكميم 50% النص. طيب انا مريض مش مستوعب ايه النص، يعني ايه؟ مش فاهم. ده بياخد، ده سكره مظبوط وبياخد اقراص وعمل تحويل مسار هيختفي ان شاء الله، ده سكره مظبوط وبياخد اقراص وعمل تكميم السكر هيختفي ان شاء الله. طب اخد القرار ازاي؟ كويس، هو ده بقى الكلام اللي ما بيني وما بينه، ازاي ناخد القرار في موضوع زي ده؟ ما هو الاثنين هيشفوه. انا من وجهه نظري لا، اعمل التكميم، تغير الستايل اوف لايف، ما تاخدش فيتامينات كويس، والسكر باذن الله يختفي. حلوه قوي حته انك بتفصل. انت وصلت لنا الفكره مهمه جدا النهارده، انه العمليات تفصيل على المرضى ونتائج العمليات تختلف، هي برضه تفصيليه على حسب كل حاله مريض، انه حاله المريض المركبه المكونه من اجزاء كثيره جدا، حالته في مستوى السمنه، الامراض المصاحبه، الامراض الغير المشهوره المصاحبه زي فتق المعده، هو صحيح يعتبر مرض مشهور عندنا احنا لكن عند الناس مش زي شرحه السكر والضغط. التركيبه بقى وزي ما بيقولوا الكومباينيشن، الكومبو اللي جاي لك بيه المريض، الراجل جاي لك بايه بالظبط؟ جاي لك بسمنه ومحب الحلويات وسكر وضغط، ولا جاي لك بسمنه وما بيحبش الحلويات وسنه صغير قوي وما عندوش ضغط مثلا لكن عنده سكر، او عنده سكر بس سكره زي ما انت قلت كده بدرجات، سكر حبوب النوع الثاني، ولا سكر انسولين جرعه منخفضه، ولا سكر انسولين جرعه كبيره اللي احنا بنسميه ريفراكتوري دايابيتس. فانت قلت لنا النهارده عنوان ان القرار قرار تفصيل، لانه القصه تفصيل، صح؟ القرار في ورقه، ببقى انا ماسك ورقه كبيره وبحدد مع العيان انت مشكلتك ايه؟ انت مشكلتك وزنك، ده سمنه، المشكله الثانيه سكر، المشكله الثالثه ضغط. فالمشاكل دي تتحل بأنهي طريقه؟
وده كلامي ده اللي بناخده على اساس القرار، ان الموضوع مطروح ايا كان هو مستوى تفكيره ازاي. يعني انا بقدر اوصل لكل المستويات الحمد لله وبطريقه بسيطه، بس لازم يبقى مشاركني. بس في نقطه انا كنت اقولها في اول الحلقه، لازم اللي قاعد وجاي يعمل عمليه يبقى عنده رغبه حقيقيه انه يعمل العمليه. يرجعنا الاول الحلقه، احنا ما بنزقش العيان للعمليه، العيان هو اللي بيطلبها. مش في مرضى بيبقوا جايين بدافع مثلا من الاب والام او الزوجه فهو مدفوع، او حتى منه هو نفسه جاي يا جماعه من حواليه برضو روح روح روح. ده مش بس في جراحه السمنه، في كل الطب، وهو من جواه مش عايز يجي، مش عايز يتعالج، رافض، مش مقتنع. انا ما شفتش المرضى دول بصراحه، يعني انا ما شفتش حد عنده سمنه وهو راضي بنفسه كده. انا 100% من اللي انا شفتهم في حياتي كلهم كانوا مش راضيين، 100% كلهم كانوا عايزين حلول. الحلول ايه؟ ده القرار، هو ده. بس انا شفت الناس دي. انت شفتها؟ عشان انا شفت الناس دي، والناس دي عملت عمليات، والناس دي المعاناه عندها بتبقى معاناه نفسيه. هو مش متخيل ان هو بعد ما كان بياكل قد كده ان هو ياكل الكميه دي وان هو يشبع. فده بيبقى المتابعه بقى اللي هو ببدا بقى افهمه، ولازم عشان كده لازم المريض يكون مقتنع تماما ان هو محتاج يتغير. لازم تكون انت مقتنع ان انت تتغير. نورتني وشرفتني يا دكتور وليد، واسعدتني بهذه الزياره الجميله والحوار البسيط اللي النهارده. يعني احنا ما اتكلمناش في تفاصيل علميه دقيقه، احنا اتكلمنا في يعني دردشه دردشه مع القعده والعلمك، والحلقه دي كلها القعده الاولانيه. الحلقه الجايه هسالك طب جوه اوضه العمليات بقى، طب ما بعد اوضه العمليات لو اول يوم بعد العمليه ايه اللي بيحصل؟ يعني هنعيش كده اول يوم، طب بعد 6 شهور ايه الاختلافات؟ بتشوف بقى كل واحد مريض ازاي بيجي لك، وحكايات كل مريض بعد 6 شهور برضو انديفيدوالايز. اجمل حاجه ان انت زي ما انت ذاكرت كتبك كراجل اكاديمي واستاذ كليه الطب، وعندك الكتب وعندك المراجع وعندك المؤتمرات، انت بتحترم جدا، وده حاجه بتبان في حوارك، كلام المرضى المباشر بتاعك انت، مرضاك انت، واضح ان انت متعايش معهم. وانا اعتقد ان انا بشجعك على انك تسجل ده في كتاب حكايات عيانين مباشر، بس الله ما حد ياخد الفكره ويعملها قبليك. انت بتكسل. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور وليد ابراهيم كان ضيفي في الدكتور. خليكم مع الدكتور. الهدف الأساسي هو حلول أو إيجاد حلول مشاكل. أفضل برنامج علمي برنامج الدكتور أيمن رشوان. من قلب المحن تولد المنح. العالم دلوقتي يرى بين الأشعة التداخلية المستقبل والحاضر. تظل أمراض القلب الأمراض ذات الطابع الدرامي. يمشي الحياة المنوي رحلة تعد الأطول في التاريخ. كل يوم يفكر بمساحة أكبر في عملية تجميل أنفه. الرجل الأول معناه الرجل اللي عنده الجديات لصناعة مكان صح. يعني أنا عايز أقول للناس اللي عايشة في مبدأ الفهلوة، أنتوا مفتوحين جدا. إن تكريم الدكتور والناس الحلوة بالحصول على جائزة أفضل برنامج علمي يدل على أننا نسير على الطريق الصحيح لرفع الوعي الطبي لدى المشاهد العربي.